طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعانا مكالمة مهمة جدا من تونس، كابتن وليد ماهر المنسق الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم منتخبنا الوطني للشباب. كابتن وليد أهلا وسهلا بيك وصباح الفل، وطمننا عليكم، قلقانين عليكم جدا جدا من امبارح. صباح الفل يا إبراهيم الزميل العزيز، والحمد لله الأمور يعني طبعا بالليل في وقت متأخر طبعا وصلت لنا نتيجة المعمل الرسمي المعتمد هنا من تونس، واللي تم من خلال سيادة السفير إيهاب فهمي هنا وأرسلنا المعمل بالليل، وعلى الفور النتيجة أول ما وصلت لنا بلغت بها دكتور جمال محمد علي وبلغت بها الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم الاتصال والتنسيق على أساس إن إحنا دلوقتي أنت عارف إن إحنا كان في 11 لعيب نيجاتيف بلس دلوقتي 3 هيبقوا 14 لاعب، طبعا لوائح كاف بتنص على 15 لاعب يكون يعني 11 و4 يكون بينهم حارس الأربعة مرمى. حارس مرمى. فحاليا الموقف مش واضح، مش واضح حاليا مش عارفين بس احنا كمنتخب مصر كابتن عبد الستار صبري موجود حاليا هو جهاز المعاون، وهم اللي ان شاء الله يعني جاهزين في اي وقت لخوض المباراه، واللعيبه واخده تعليمات بان احنا الماتش ان شاء الله موجودين والبرنامج ماشي عادي خالص، الغداء والبرنامج والمحاضره والتحرك للاستاد كل ده يعني احنا يعني ستاند باي لحد ما يصدر قرار سواء من لجنه المسابقات بالكاف او من الاتحاد المصري لكره القدم. امبارح كان عندي مداخله مهمه جدا مع نائب رئيس اللجنه الطبيه باتحاد شمال افريقيا، وسالته في المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها دي، فقال لي كلمه الحقيقه ضايقتني جدا جدا، قال لي وفقا للوائح الكاف سيكون هناك استحاله اذا لم يكن لدى منتخب مصر 15 لاعب من بينهم حارس مرمى احتياطي موجود على الدكه. فقلت له طيب معنى الاستحاله التاجيل، قال لي لا، لوائح الكاف بتقول هنا وفقا للجنه المسابقات معناها اعتبار منتخب مصر خاسرا ومنسحبا. بيني وبينك الدم غلي في عروقي، لانه لو انت رجعت بالذاكره كده للي حصل في ماتش الرجاء والزمالك، ماتش الرجاء مظبوط، فحاجه الحقيقه غريبه جدا جدا. ممكن تشرح لي الموقف طبعا لو ده حصل وكان هناك برضو نفس القصه استحاله لاقامه المباراه، ايه الموقف او ايه الكلام؟ بص يا ابراهيم، المهم بص هو الجانب التونسي سواء رئيس اتحاد شمال افريقيا حكيم الشلماني او السيد وديع الجري رئيس الاتحاد الكره التونسي يعني يهمهم وجود مصر في البطوله، وان مصر يعني يعني تكمل في مشوار بطولة تصفيات أمم أفريقيا. تمام. لكن هي النقطة المهمة لازم نطبق هنا إبراهيم روح القانون. مش القصة إن أنت لا هو لوائح 15 كده ينسحب. لا. إحنا في ظرف قهري قبل 24 ساعة من مواجهة أول مباراة في تصفيات أمم أفريقيا يصاب 17 لاعب بكورونا. فده ظرف قهري. فأكيد ممكن يكون في إكسبشن إن إحنا الماتش يتلعب 14 لاعب. يعني دل يعني ده يعني مفروض يعني هم يعملوه، لكن لحد دلوقتي وانا بكلمك في وقتنا هذا الموقف لسه مش واضح. كان في اتصال انا ما بيني وبين محمود الهمامي مدير التنفيذي لاتحاد شمال افريقيا، هو عارف طبعا ان احنا بقينا 14 لاعب دلوقتي جاهزين للمباراه، لكن برضه لسه ما اكدش، قال لي لازم الكاف هو اللجنه الطبيه للكاف بالتنسيق مع لجنه المسابقات في الكاف هم اللي ياخدوا قرار سواء احنا 14 لاعب او سواء تاجيل مباراه او سواء بقى ما اعرفش حسب ما يتراءى لاتحاد شمال افريقيا. طيب عايز اسالك سؤال برضو مهم، مين اللي بيمثلنا في التواصل والاتصالات الرسميه مع الاتحاد شمال افريقيا ومع الكاف ومع المجموعه بالكامل؟ هل وزاره الشباب والرياضه بتتدخل؟ اتحاد الكره بيتدخل؟ دكتور جمال. دكتور جمال. دكتور جمال هو اللي بيتولى التنسيق لان هو مشرف على منتخب الشباب. طيب هل هو سافر لكم ولا لسه؟ اللي عرفته منه امبارح قال لي ان انا مسافر الصبح. يعني هو كلمني من المطار القاهره من شويه وقال لي نسق مع محمود الحمامي عشان بس نشوف القرار ايه، عشان هو هيبقى في الطياره طبعا مش هيبقى في ارسال. فانا منتظر رد من السيد المدير التنفيذي للبطوله او بطوله او الاتحاد شمال افريقيا بموقف مصر ايه من المشاركه. احنا جاهزين احنا نلعب وبرضه طيب مساله الجاهزيه هو قرار نهائي بس يا ابراهيم، هو في الوضع بعد ما يصدر قرار سواء من الكاف او من اتحاد شمال افريقيا القرار النهائي في هذا هو لاتحاد الكره المصري. طيب فكره انه اذا فعلا اتيح لنا ان احنا نلعب المباراه، ايه حقيقه اصابه خط الهجوم بالكامل؟ هل ده فعلا حقيقي انه اللعيبه بتاعه الهجوم بتاعتنا كلها مصابه؟
يعني هو القوام الاساسي لمنتخب ابراهيم كلهم يعني معظمهم طبعا في اللعيبه للاسف اللي هم النتيجه طلعت بتاعتهم بوزيتيف، لكن الموجود برضو احنا يعني مش عايزين نقول ان في فريق اساسي وفريق احتياطي، لكن هو طالما اخترت المنتخب مصر فانت جدير انك يعني في اي وقت تشارك في المباريات، يعني جدير انك ترتدي تيشرت منتخب مصر، اللعيبه كلها جاهزه والعناصر اللي مختاره بعنايه جدا، 28 لعيب موجودين معانا حاليا. طيب اخر حاجه طمني عليك. معلش، هو الصوت راح معلش. انا لا انا سامعك كويس، انا سامعك كويس. طمني على صحتك وعامل ايه في الاجواء دي، لان دي اجواء صعبه جدا طبعا يعني كهذا الكم من الاصابات وانت بعيد عن بلدك. يعني والله ابراهيم يعني اي حاجه ممكن تهون يا ابراهيم او اي حاجه ممكن الواحد يستعملها، بس في الاخر الهدف بتاعنا كله يتحقق، الهدف ان نشوف منتخب مصر بيلعب ويحقق المكسب بغض النظر بقى جالنا كورونا، جالنا اي حاجه تانية، جالنا كوفيد 15، اي حاجه تجينا، بس يعني مجهود المنتخب ومجهود الجهاز الفني ومجهود اتحاد الكوره ما يروحش كده في الهواء. يعني احنا يعتبر ماتش انسحاب او يعتبر يعني موقف صعب، بس موقف صعب. الروح كويسه في ما بين اللاعبين وكلهم اصرار ان هم ممكن عايزين يلعبوا ويشاركوا ويحققوا المكسب ان شاء الله، بس طبعا هو الموضوع صعب جدا يا عبري، الموضوع صعب جدا. طيب حاله الكابتن ربيع، الموقف صعب يعني. حاله الكابتن ربيع ياسين ايه؟ احنا بنحاول نتجاوز ويعني ونبقى متفائلين، بس يعني موقف صعب. حاله الكابتن ربيع ياسين ايه يا وليد؟ والله كابتن ربيع يعني في غرفته امبارح بالليل عمل اجتماع مع الجهاز عن بعد، طبعا كان هو داخل الغرفه والجهاز كله خارج الغرفه، كان كابتن عبد الستار صبري وكابتن احمد فاروق وكل الجهاز الفني المعاون، واتفقوا على تشكيل المباراه وعلى كل حاجه، في حاله ان شاء الله لو سمح اتحاد شمال افريقيا ان احنا نكون موجودين في مباراه ليبيا، والامور تسير على ان احنا ان شاء الله مجهزين المباراه في تحت اي ظرف، لكن بانتظار برضو قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم عن طريق ان هو يبلغنا ايه الموقف اللي هنعمله، وده طبعا مش هيجي غير لما نستنى ابراهيم قرار الكاف. اللعيبه معزوله بشكل كويس في الحجر الصحي والامور دي الطبيه ماشيه بشكل كويس يا كابتن وليد؟ بص ابراهيم، انا مجرد ما عرفت الخبر طبعا يعني فاخدت حجزت يعني دور كامل للعيبه اللي هم العينه بتاعتهم بقت نيجاتيف، واللعيبه اللي هم البوزيتيف خليتهم في نفس الاماكن اللي موجودين فيها في الدور اللي هم موجودين فيه، والاكل بيطلع لهم والادويه والبروتوكول الطبي بيتنفذ واي حاجه بيحتاجوها بتبقى عندهم يعني في المكان المخصص ليهم في الفندق، بس ما مش في حجر صحي يعني مش بره الفندق يعني. هو الماتش الساعه كام المفروض وهتتبلغوا امتى بالقرار النهائي؟ الماتش الساعه 2 بتوقيت تونس، ومفروض يعني في خلال يعني اقل من ساعات يعني المفروض نكون عارفين القرار يعني. وليد خد بالك من نفسك كويس جدا جدا، وخدوا بالكم من نفسكم. انتوا قلقانين جدا جدا، قلقانين عليكم هنا في مصر. انا عارف. بس ان شاء الله باذن الله ترجعوا سالمين غانمين في كل الظروف وفي كل الاحوال، ربنا يتم شفاكم جميعا على خير، وخد بالك من نفسك وحافظ على نفسك وحافظ على المجموعه بالكامل، قلوبنا معاكم ان شاء الله ايا ما يكون القرار، هنلعب الماتش مش هنلعب الماتش انتوا رجاله، واحنا عارفين كويس قوي الظرف الصعب اللي انتوا موجودين فيه. سلام ليك وسلام لكل افراد ربنا يخليك يا ابراهيم، شكرا ودعوتك لينا ودعوات بندعي لكم كلكم. بشكرك شكرا جزيلا كابتن وليد. شكرا جزيلا كابتن وليد ماهر المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني للشباب. موقف صعب جدا الحقيقه، يعني بظروف لا تتخيلها، بسيناريو لا تتخيله باي حال من الاحوال، ان منتخب مصر للشباب يتحط في الظرف ده. قال لك الكابتن ربيع ياسين بيتكلم مع الجهاز المعاون طبعا هو في غرفته. تخيل انت يعني ان شاء الله باذن الله، يعني انت عارف في اسوأ الظروف لو المباراه لعبت الكابتن ربيع ياسين قاعد يبقى مدير فني من اوضته، انت متخيل ازاي قاعد في الاوضه بتاعته في الحجر الصحي وبيدير اللقاء الكابتن عبد الستار صبري من الملعب. حاله اللعيبه بقى دي موقف صعب جدا جدا، الجاهزيه برضو ده موقف صعب جدا جدا، اللعيبه اللي المفروض ان هي تشكل القوام الاساسي ده برضو صعب جدا جدا، ظرف الحقيقه من يعني من الحاجات اللي انت لا تتخيلها ولا تتمناها ولا تنتظرها، وصعب ان انت ترتب لها اي يعني ايه، بيقول لك انا برتب سيناريو الف وسيناريو ب وسيناريو ج، ده سيناريو غريب جدا جدا وقلما يحدث.
وليد ماهر قال كلمه مهمه جدا، قال لك اتمنى ان هم يتعاملوا معانا بروح القانون. وانا الحقيقه انا بتمنى ان هم لا يتعاملوا معانا بروح القانون، ولا يتعاملوا معانا بالبطاطس، ولا يتعاملوا معانا باي حاجه من الحاجات. اتمنى ان هم يتعاملوا معانا زي ما بيتعاملوا مع كل الناس التانيه. انا بتمنى ان هم يتعاملوا معانا زي ما حصل في ماتش الرجاء والزمالك. ماتش الرجاء والزمالك 14 لعيب اخوانا، 14 لعيب اتاجل عليهم المباراه. انت متخيل حضرتك 14 لعيب اتاجل عليهم المباراه، وانت هنا بتتكلم يا عيني على 17 18 لعيب، 17 لعيب ومديرهم الفني كابتن ربيع ياسين، طب ثلاثه طلعوا منهم يعني سلبي، فاصبح 14 لعيب. هي يا اخوانا، ما هي يا اخوانا يا بتوع الكاف، يا هلال اللي هنا، يا جماعه في اتحاد الكوره، يا اخوانا في الوزاره، يا اخوانا في اي مسؤول رياضي، يا جماعه خدوا بالكم علشان ما تتعملش علينا النمره، ما تتعملش علينا. الرجاء المغربي كان عنده 14 لعيب، قال لك مش في سلطات المغرب منعتنا ان احنا نسافر، وصحه ومصلحه لاعبينا جابوا الكاف قعدوا معاه، الكاف اللي مقره في مصر هنا راحوا قعدوا معاه في المغرب، جابوهم وجابوا الناس وتواصلوا مع الناس اللي مش موجوده، تواصلوا معاهم بالفيديو كونفرنس، ما استنوش ولا استنوا لحد ما يسافروا، ولا استنوا لحد ما يروحوا لهم، ولا استنوا لحد ما يكلموهم بالتليفون، ولا بيتواصلوا مع حد. يا هلال يا اخوانا الموضوع ما فيهوش يعني، ما انا الواحد مش هيبص لا اصل يقول لك اعتبار منتخب مصر خاسرا قدام ليبيا، اعتبار منتخب مصر منسحبا، لا اصل هم هيلعبوا المباراه برضو. انا مش موافق على فكره ان هم يلعبوا المباراه ب 14 يعني، بره 14 لعيب مش موافق برضو يا جماعه. ما هي نفس القصه اللي حصلت في الرجاء، هو مش كلب ميكيلين، مش خارو فقوس، مش كده بقى يعني. ما يعني الاوضاع اللي بقت في الاتحاد الافريقي، خد بالك اتحاد شمال افريقيا في النهايه هو واحد من الاتحادات التابعه للاتحاد الافريقي لكره القدم، خلصانه يعني. فمش معقوله، مش من المنتظر ان انا الاقي اي قرار غير قرار بيؤجل الماتش بتاع منتخب مصر ده. ما عنديش حاجه تانية، مش شايف حاجه تانية. ان شاء الله رب البطوله كلها تتاجل، مش قصتي، بطوله دوري ابطال افريقيا كلها اتاجلت. الحاجات اللي زي دي الواحد بيبقى متعصب، الواحد بيبقى متنرفز، بس هو في النهاية حقنا يعني. ما كانش نبقى متنرفزين عشان خاطر بلدنا، نتنرفز عشان خاطر مين يا اخوانا؟ ما كناش متنرفزين عشان ارساء مبدأ العدل في كل الامور المتشابهة، نتنرفز عشان خاطر ايه؟ طيب اتأجل ماتش الرجاء والزمالك ولا ما تأجلش؟ اتأجل. وبعد ما تأجل جه هنا في مصر قالك بس احنا عندنا انتخابات، فلو سمحت يا جماعة عايزين نأجل بس لمدة 3 ايام، راحوا مأجلين لك الماتش بتاع الرجاء. يا اخوانا احنا ما بنقولش ماتش الرجاء، احنا بنقول ماتش الاهلي، قالك لا بنقول ماتش النهائي، قالك لا 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 اجل الرجاء. يا اخوان طب ايه علاقة الرجاء يلا بالمرة؟ طب ما ماتش الرجاء كان في ميعاده، لا عشان بس يعني ما هو كله بالمرة. يا اخوانا طب نسأل، طيب يا جماعة طب احنا قلنا ان احنا عايزين ان احنا نأجل عشان خاطر الانتخابات، والله ده حقنا، خلاص ماشي، ده النهائي كان الكلام عن النهائي، فراحوا رامينهولك بعديها كان في مش عارف يوم كام، راحوا رامينهولك كام 10 15 يوم، وراح رامي ماتش الرجاء كمان معاه. يا اخوانا هو انتوا ايه؟ احنا بنقول لكم ماتش النهائي بتأجلوا مع الرجاء ليه؟ هو كده وخلاص. فراح مجامل لك الرجاء في اللقطه الثانيه ومأجل له في اللقطه الاولانيه، هي دي مش بطوله وحقوق وبس؟ بس هو على مزاجنا. اروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل النقطة اللي احنا فيها دي.